في سانتا مونيكا بكاليفورنيا شهد مقلب ذكي على سهولة خداع العالم وجهل صناع المحتوى. بدأت القصة بافتتاح صاحب متجر بيليس متجرا مزيفا باسم باليسي، وهو اسم قريب من متجره الأصلي الذي يعد من أشهر متاجر بيع الأحذية المخفضة. صاحب المقلب ملأ متجره المزيف بالأحذية المخفضة واصفا إياها بالفاخرة جدا وأنها مصنوعة من أهم الجلود في العالم، وقام بعدها بإطلاق حفل بحضور أهم مدوني الموضة ومؤثري السوشيال ميديا والذين كالوا المديح على الأحذية والجلود المصنوعة منها، قائلين إن سعرها الحقيقي يصل إلى 600 دولار، وهو سعر ممتاز بالنظر لخامتها. وخلال ساعات بلغت مبيعات المتجر المزيف نحو 3000 دولار، ليعلن صاحب المتجر بعدها بأن ما جرى كان مقلبا وأن السعر الحقيقي للحذاء لا يتجاوز 19 دولار، فيما أعاد للمشترين أموالهم في خطوة أثبت من خلالها جودة أحذيته وسهولة خداع الناس، فيما وصف الحدث بأذكى مقلب بمؤثري السوشيال ميديا.